معالي الوزير السيد القصير وزير الزراعه والصلاح الاراضي، ومعالي الوزير الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المياه والري، مهتمين جدا بموضوع المياه. تمام. وفي تنسيق تمام. دائم ما بين الوزارتين ما شفناهوش قبل كده. تمام تمام. ايه التنسيق اللي بيحصل في هذه الفتره على المستوى الوزراء؟ في لجنه تنسيقيه عليا دايما بتبقى بحضور معالي وزير الموارد المائيه ومعالي وزير الزراعه، دي بتناقش جميع الامور الخاصه بالموارد المائيه او الامور، اي امور خاصه بالوزارتين واي موضوعات بتحل في هذه في اللجنه. تمام. ويمكن موضوع الري الحديث بيعرض بصفه دائمه ما يحدث في، لان طبعا حضرتك احنا بنتكلم دلوقتي على مناطق تجريبيه، مناطق لا، احنا الفكر هينتشر على مساحات كبيره. تمام تمام. وفي طبعا في تنسيق ومذكره تفاهم ما بين الوزارتين في هذا الموضوع بالتحديد. يعني على المستوى الاقليمي زي ما قلت لحضرتك عندنا يعني كمستويات لجنه اقليميه اسمها لجنه الاداره الاقليميه. اللجنه دي يمكن منشاه، كانت منشاه عشان مشروعات بعينها يعني. أيوة. مشروعات معينه. لا، اللجنه دي بقت موجوده بقرار وزاري في جميع المحافظات برئاسه رئيس اداره مركزيه للموارد المائيه للمحافظه، وفيها الاعضاء. وفعلا في الفتره الاخيره بدا يخش في جدول الاعمال الموضوع الراي الحديث، نشر فكر الراي الحديث. ما شاء الله. على مستويات اقل التنسيق موجود، لو هندسه المركز او هندسه الري ومعها الجمعيات الزراعيه كل ده موجود، او مديريه الزراعه. فالتنسيق ما بين الوزارتين يعني الحمد لله من اقوى الدرجات دلوقتي، من اعلى الدرجات، وبتتم يعني حل.